السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بأمر الله النهاردة هناخد البرونكيال أزمة أبلايد كيسز. أنا دكتورة هدير، معيدة بقسم الفارماكولوجي. كيس 1، أول كيس معايا: A 15 years old girl has been diagnosed with chronic asthma since childhood. العيانة دي جاية ببرونكيال أزمة. يعني إيه برونكيال أزمة؟ بالعربي كده إحنا عارفين دي ربو شعبي. طيب ايه هو البرونكيال ازمه؟ ده عباره عن chronic inflammatory disease of airways characteristic by a state of increased hyper responsiveness of trachea and bronchi to various stimulus. ايه الكلام ده؟ البرونكيال ازمه ده عباره عن inflammatory disease، بيحصل inflammation في البرونكاي والتراكيه. بيبقى فيه حاجة اسمها hyper responsiveness، يعني ايه؟ في stimulus معين في الناس العاديين ما يعمل لهمش stimulation، يخلي التراكيه والبرونكاي يحصل فيها برونكو constriction. تمام؟ طيب بيحصل ايه؟ بيمانفست بايه؟ بيحصل inflammation وبيحصل narrowing في الايروي. فالعيان يجي يشتكي بثلاث حاجات، زي ترايات كده، يقول انا عندي wheezing وعندي كف وعندي ديزنيا، مش قادر يتنفس، والكف عنده كحة، وويزز صدره بيصفر. تمام؟ دي السيمتومز اللي بيجي بيها عيان البرونكيال أزمة، يقولك أنا سمع تزييق في صدري صفارة. تمام؟ طيب يبقى ليه السبب ليه؟ لأن هو عنده الباثولوجي بتاعه في كونتراكشن في الإيرواي، في برونكوسباسم، وعنده إديمة وسيلولار انفلتريشن due to mucosal thickening. بيحصل inflammatory infiltration في الميكوزا فيحصل لها thickening، وفي نفس الوقت بيبقى فيه bronchial hypersecretion مليانة mucus. تمام؟ طيب الحاجات دي تضيق لي الايروي، فتخلي العيانة جاية مش قادرة تتنفس، عندها ديزنيا، عندها كف، عندها ويزيز. تمام؟ طيب دي عيانة ماشية، she normally uses salbutamol inhaler، ابراتروبيوم انهيلر، بيكلوميسازون انهيلر، سستند ريليس سايوفيل. ايه سالبيوتامول؟ احنا عارفين السالبيوتامول ده بيتا 2 اجونست، بيتا 2 اجونست. تمام؟ اخدناه في الاوتونوميك. طيب الابراتروبيوم اللي هو ده، ابراتروبيوم ده عباره عن ماسكارينيك انتاجونست. تمام؟ طيب ميكلوميسازون ده كورتيكوستيرويد، انهيلد كورتيكوستيرويد. سستند ببساطه كده، انا ادويه الازمه بنقسمها لتو جروبس، يا اما ادويه شورت تيرم ريليفرز بتفك السباسم، دي برونكو دايليتورز بتفك السباسم، البرونكيال تري بيبقى فيها سباسم فانا بفكه باشهر حاجه موجوده اللي هي البيتا 2 اجونست اللي وصل بيوتامول. تاني جروب الميثايلزانسينز، تالت جروب الانتي ماسكارينيك دراجز. تمام؟ طيب دول الثلاث حاجات اللي بيستخدموا كاريليفرز، دول بيستخدموا اثناء الاتاك. تمام؟ العيان بيجي اما بالاتاك ان هو يجي لي بويزز وديزنيا وكف، يجي لي في الطوارئ، يا اما عيان يجي لي في الكنترول، يجي لي بين الاتاكس، يقول ده عارف انا مريض برونكيال ازمه، مريض ربو شعبي. تمام؟ طيب تاني جروب اللي هو الانتي انفلاماتوري دراجز، دي لونج تيرم كنترولرز، الاكزامبل ليها الادويه بتاعتها كورتيكوستيرويدز، الليكوتراين انتاجونست، وماست سيل ستابلايزرز. تمام؟ طيب الصورة دي بقى جايبة لي التلاتة أدوية بتوع البرونكو دايليتورز دراجز اللي هي الشورت تيرم ريليفرز. طيب احنا عايزين نقول ان انا عندي البرونكيال تون يا اما فيها برونكو دايليتيشن يا برونكو كونستريكشن. تمام؟ طيب احنا عارفين، عايزين نقول بس نفتكر كده بوينت من الاوتونوميك، ان السيمباثيتك كان بيعمل برونكو دايليتيشن. تمام؟ السمباثيتك كان بيعمل برونكو دايلاتيشن ليه؟ اثناء الاسترس انا محتاجه ادخل كميه هواء واكسجين كويس، لكن الباراسمباثيتك كان بيعمل برونكو كونستريكشن، وبالتالي العيان الاتاكس بتاعته، احنا عارفين واحنا نايمين مين اللي بيبقى بريدومينانت؟ الباراسمباثيتك. فالعيان يجي له الاتاكس ملي بالليل. ليه بالليل؟ لان الباراسمباثيتك هو اللي بيبقى بريدومينانت، فالعيان يجي لي معظم الوقت بيجي بالليل برونكو كونستريكشن بيزيد عليه. تمام؟ يبقى احنا عارفين الابر هاند اللي فوق برونكو دايليتيشن بتحصل بالسمباثيتك، طب البرونكو كونستريكشن بتحصل بالباراسمباثيتك. طيب تمام، انا عايزه اعرف بس، عايزه اقول التلات ادويه دول بيشتغلوا ازاي. انا عندي البيتا 2 اجونست، اول جروب بيتا اجونست. البيتا اجونست ده بيمسك في الريسبتور، البيتا ريسبتور، وده جي كابلد بروتين ريسبتور. بيمسك في الريسبتور بيعمل ايه؟ بيزود increasing
الادينايل سايكليز، بيعمل اكتيفيشن للادينايل سايكليز انزيم، وبالتالي بيزود فورميشن اوف سايكليك اي ام بي من الاي تي بي. تمام، يعني هو زي ما احنا شايفين في الصوره اهو، حول الاي تي بي، زود الفورميشن بتاع السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي دي حاجه بتعمل برونكو دايلاتيشن، تعمل برونكو دايلاتيشن. تمام، طيب يبقى الدواء ده اشتغل عن طريق ان هو عمل اكتيفيشن للادينايل سايكليز، وبالتالي زود الفورميشن بتاع سايكليك اي ام بي. سايكليك اي ام بي ده اللي هو بيعمل لي البرونكو برونكو دايلاتيشن. طيب تاني جروب معايا السايوفيلين. السايوفيلين ده بيعمل ايه؟ هل بيشتغل على الفورميشن؟ لا، ده بيشتغل على الديستراكشن، ده بيعمل انهبيت للفوسفودايستريز انزيم اي رقم الفوسفودايستريز انزيم ده فيه منه سب تايبس رقم 4. تمام، ده بيعمل له انهبيشن. طب الفوسفودايستريز انزيم ده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيكسر السايكليك اي ام بي لاي ام بي. تمام، طيب انا لما اعمل انهبيشن لتكسير السايكليك اي ام بي، وبالتالي هزود السايكليك اي ام بي. يبقى اول جروب البيتا اجونست زود الفورميشن بتاع السايكليك اي ام بي. طب السايوفيلين عمل ايه؟ قلل التكسير بتاع السايكليك اي ام بي، اشتغل على التكسير بتاع السايكليك اي ام بي، قلل البريك داون اوف سايكليك اي ام بي، وبالتالي النت ريزلت ان انا زودت السايكليك اي ام بي. تمام، يبقى ده جزء بتاع البرونكو دايليتيشن. طيب الحاجات اللي بتعمل برونكو كونستريكشن، احنا قلنا عارفين ان الاستايل كولين ده الميدياتور بتاع الباراسمباثيك. الباراسمباثيك لما كان بيشتغل على ام 3 ريسبتور اللي موجوده في السموث ماسل، كانت بتعمل لي برونكو كونستريكشن. تمام، طيب انا بقى هعمل ايه؟ الماسكارينيك انتاجونست، انا هدي حاجه تقفل الماسكارينيك ريسبتور، وبالتالي يخلي البريدومينانت للسمباثيك اللي هو يعمل برونكو دايليتيشن. تمام، يبقى الماسكارينيك انتاجونست هتعمل ايه؟ هتقفل الام 3 ريسبتور اللي موجود المسؤوله على الباراسمباثيك، وبالتالي السمباثيك هو اللي هيشتغل اكتر ويعمل لي برونكو دايلاتيشن. تمام، طيب في اكشن تاني للسايوفيلين، احنا قلنا اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للفوسفودايستريز انزيم اللي هو كان بيعمل بريك داون للسايكليك اي ام بي. طيب تاني حاجه ليه السايوفيلين ده؟ ليه ادينوزين انتاجونست افكت، بيعمل ادينوزين انتاجونست افكت. ليه؟ لان الادينوزين لما بيزيد بيعمل برونكو كونستريكشن زي ما موجود في الصوره. طب انا لما اعمل اقفل الريسبتور ده هقلل البرونكو كونستريكشن. تمام، طيب الكويتشن بتاعي هنا كويتشن 1 is correct regarding salbutamol. salbutamol ده عبارة عن، احنا قلنا salbutamol ده السؤال بيقول ايه؟ هل it is a selective beta 2 antagonist؟ tachycardia and tremors may occur as a side effects. it inhibits adrenal cyclase. نفكر كده نشوف، هل ده سيلكتيف بيتا 2 انتاجونست؟ غلط، احنا قلنا ان السالبيوتامول ده عباره عن بيتا 2 اجونست، يعني بيزود البيتا 2، بيزود السمباثيتك ستيميوليشن. يعني هيعمل ايه؟ زي ما قلنا كان بيزود السايكليك اي ام بي فورميشن، وبيعمل برونكو دايليتيشن، وليه اكشنز ثانيه منها اللي هو بيعمل انهبيت للريليز البرونكو كونستريكتور ميدياتورز فروم ماست سيل. عارفين الماست سيل دي هي اللي بتبقى موجوده في الانفلاميشن، هي اللي بتريليز الميدياتورز زي الهيستامين، وهو ده اللي بيعمل برونكو كونستريكشن وبيزود لي البرونكيال سيكريشن. تمام، طيب يبقى answer A is incorrect، غلط، هو عبارة عن beta 2 agonist مش antagonist. طيب tachycardia and the tremor may occur as a side effect، answer is correct. why؟ لأن السايد افكت بتاعت السالبيوتامول كان بيعمل تاكيكارديا، لأن هو بيزود السمباثيتك ستيميوليشن، وبيعمل تريمورز، بيعمل تولرانس، بيعمل تنشن. يعني ايه تريمورز؟ يعني رعشة. تمام، تاكيكارديا احنا عارفين increasing the heart rate. طيب answer C is inhibit الادينايل سايكليز انزيم is incorrect. why؟ ان احنا قلنا ان هو بيعمل activation للادينايل سايكليز انزيم عشان يزود السايكليك اي ام بي فورميشن. تمام، يبقى الانسر الكوريكت انسر is B. correct answer is B. case 2 a 30 years old woman presented with wheezing, feeling of chest tightness, dyspnea and cough following dust exposure. She gives a history of similar attack of several similar attacks of chest symptoms.
treatment of this condition include، هل العينة دي علاجها مورفين؟ مورفين احنا عارفين اللي هو ناركوتيك انالجيسك، فروزاميد اللي هو دايريتكس مضر للبول، امينوفيلين داي صوديوم كروموجلايت. امينوفيلين ده اللي هو الميثايل زانسين، ليها دراجز اللي هي سايوفيلين امينوفيلين، ده من الحاجات اللي احنا قلنا ان هي شورت تيرم ريليفرز. طيب داي صوديوم كروموجلايت ده عباره عن ماست سيل ستابلايزر تبع الجروب، لو احنا فاكرين ان احنا قلنا قسمنا شورت تيرم ريليفرز والادويه الثانيه اللي هي لونج تيرم ريليفر لونج تيرم كنترولر زي الكورتيكوستيرويد. قلنا اول جروب كان الكورتيكوستيرويد، وتاني جروب اللي هو ماست سيل ستابلايزرز، وتالت جروب اللي احنا قلنا عليه ليوكوتراين انتاجونست. تمام. طيب داي صوديوم كروموجلايت ده تبع الماست سيل ستابلايزر. طيب تفتكروا انا واحده جايه لي في الاتاك هديها حاجه من اللونج تيرم كنترولر زي داي صوديوم كروموجلايت؟ لا طبعا، الانسر از انكوركت. يبقى الانسر سي هي الكوركت اللي هي الامينوفيلين، لان ده تبع جروب السايوفيلين تبع جروب اللي هو ميثايل زانسينز اللي احنا قلنا عليه. طيب question 2، the drug selected in question 1 produce its beneficial effect via blockage block of the muscarinic receptor in bronchial smooth muscle. هل ده بيقفل المسكارينيك ريسبتور اللي موجوده في البرونكيال ماسل؟ الانسر نو. ليه؟ لان احنا قلنا ده كان بيشتغل على الفوسفودايستريز انهيبيتور، ده عباره عن فوسفودايستريز انهيبيتور، وتاني حاجه ادينوزين انتاجونست، فهو ما بيشتغلش على المسكارينيك. المسكارينيك انتاجونست ده لو احنا قلنا عليه الاجزاء اللي كان موجود في الكيس الاولانيه ابراتروبيوم بروميد. تمام. Question 3، which statement is a correct regarding drug selected in question 1؟ It is glucocorticoid, it is methylxanthine derivatives, it is a selective beta 2 agonist, it is a H1 antagonist. هو عبارة عن ستيرويد؟ لا. تاني حاجة it is methylxanthine derivatives، ال answer correct. C it is selective beta 2، لا طبعا احنا قلنا selective beta 2 في منها في ليها حاجتين، فيها في short acting وفي long acting. short acting كان الاكزامبل بتاعها السالبيوتامول، وفي long acting اللي احنا بنسميها اللابا ديت اللي هي سالميترول. تمام. طيب it is H1 antagonist، لا هو مش بيشتغل على الهستامين خالص. تمام. طيب يبقى ال answer correct answer is B. تمام. answer question A C B and question 3 B. thank you.